سيلفاي تي، السفير الفرنسي المطرود من سلطات النيجر والذي لم يرغب في الخروج إلى الآن، بعيد اليوم عن زوجته وأبنائه الأربعة، يتذكر أن ميلاده في أفريقيا وفي مالي، فهو مالي الميلاد ويمكن أن تكون له جنسياتها، لكنه ينتمي إلى المخابرات العسكرية الفرنسية وقد خدمها في برلين إلى 1988، ولا يستبعد أن يقترب اليوم إلى حدود مالي وقد تعتبر نهايته في حال انطلاق الحرب. اليوم حسب مصادر خاصة هو في قاعدة أيورو القريبة من حدود مالي، من حدود ميلاده، قاعدة عسكرية هي الثالثة لفرنسا بعد قاعدة نيامي، مطار نيامي، وأولام 80 كيلومتر شمال نيامي العاصمة، عاصمة النيجر، والقاعدة الفرنسية الدولية بمطار نيامي العسكري محصنة شمالا بأولام وغربا بأيورو. لقد اختار إيتي عكس التوقعات أن يكون في أيورو لخداع الجميع، لكن حمايته كاملة انطلاقا من قاعدة نيامي. السفير الذي قدم أوراقه لمحمد بازون الرئيس المطاح به لا يعترف بغيره منذ 28 سبتمبر 2022، وهو سفير لبلاده فرنسا في النيجر، لكن أوراق اعتماده قدمت في 7 أكتوبر من نفس السنة 2022، المولود في باماكو عام 1959، عمل في الخارجية لكنه نقل إلى وزارة الدفاع وبقي مستشارا تقنيا للشؤون الدولية، وبقي مرتبطا بهذه الوزارة واستخباراتها. ومع خبرته الواسعة، وسبق أن كان سفيرا في أنغولا من 2016 إلى 2020، لم يستطع أن يقول بانقلاب في النيجر ببساطة شديدة، لأنه خلط بين دوره كسفير وبين دوره كمبعوث خاص للدبلوماسية العامة في أفريقيا، وكان قد استبعد بصفته مبعوثا أن يكون هناك انقلاب. وجاء الانقلاب ضد توقعاته، وهذا الذي يجعله اليوم في أزمة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. سيلفاي تي عندما كان يتحدث بشكل واضح في زيارة بلينكن، كان يرى أن إمكانية دعم الولايات المتحدة الأمريكية لوصول ما سماه بالجنرالات القريبين منها لحكم النيجر هو أقرب بكثير من استمرار بازوم. هذا قبل الانقلاب، صرح بهذا التصريح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تجد مانعا، وهذا كان صادقا فيه. لم يكن هذا الشخص مع بلينكن ودودا، بل كان مباشرا، كان يتحدث كأن بلينكن من البنتاغون وهو من وزارة الدفاع. المخابرات العسكرية الفرنسية في النيجر قبل الانقلاب غيرت طاقمها، وكان هذا أحد الأسباب في عدم التنبؤ بما يجري أو التدخل قبل أن يكون هناك انقلاب. المسألة الثانية أن الصراع الحادث بين أركان النظام لم يعتبره أبدا الفرنسي بمبرر لمثل هذا الانقلاب. الأمر يتعلق بصراع دائم بين رئاسة الحرس وبين الرئيس، ودائما ما وصل الفرنسيون إلى حل دائما مع رئيس الحرس لسبب واضح لم يغيروه. الفرنسيون هم الذين طالبوا في أكثر من مرة بعدم تغيير كل من الجنرالات الأساسيين في النيجر. هذا منطق أمريكي ومنطق أوروبي في أي حال. مهم جدا الآن أن نذكر شيئا رئيسا، لا رئيس بين قوسين منتخب في أفريقيا يستطيع المساس بالجنرالات، وعندما يرغب الجنرالات في أن يقودوا البلاد بشكل مباشر وألا يتركوا هذا المنصب متداولا فإنهم يفعلون. لذلك فبالنسبة إليهم
أهم ما في كل الرؤساء الديمقراطيين بين قوسين أو المنتخبين بين قوسين في كل الدول الأفريقية أنهم لم يغيروا جنرالا واحدا. هذا هو الشيء الذي يمكن الجزم به الآن. الأمر لا يتعلق فقط بهذا النظام أو ذاك. أغلب الأنظمة الأفريقية وبجميع ألوانها كلها لا تستطيع أن تغير من الجنرالات إلا ما يفيد تماما إبقاء رئاسة الأركان في يد واحدة. لذلك فمسألة أن يدير الرئيس المدني المنتخب الدولة فهذا أمر بعيد، ويريد الفرنسي أن يبقى التداول في هذا الإطار، في إطار الرئاسة والوزارة الأولى وغيرها الحكومة المدنية، ولكن على صعيد الجنرالات كل هذا أمر ثابت. لذلك فلا مجال للقول اليوم أن هناك سلطات للرئيس المنتخب، والدليل ببساطة شديدة أن الانقلابيين اليوم وبعد إكواس المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا كلها وفرنسا وإلى جانب الأمريكيين الذين تراجعوا كلهم ولم يستطيعوا أن يمسوا المعادلة التي وضعها الانقلابيون. ليس هذا فحسب، لو كان هؤلاء أنفسهم قد خططوا ورسموا ما يريدون أمام رئيس مدني، أمام باز مثلا، وقرروا ما قرروه وسلموا أوراقهم لهذه القوى أو للرئيس المنتخب لمررت من دون أن تناقش، لأن طبيعة موازين القوى تعطي الجنرالات في أفريقيا سلطة رهيبة على السياسة الدفاعية والأمنية وعلى كل شيء. لكن الخطورة عندما ينظر الجيش أن الرؤساء المدنيين يحاولون أن يكونوا أكثر ملكية من الملك، أن يكونوا أكثر غربية من الغرب، أن يسلموا كل شيء لصالح حلفائهم من أجل إبقائهم أيضا في السلطة. لذلك فهم لا ينظرون إلى الجنرالات أنهم الراغبون في إبقاء وضعهم قائما، إنما الأمر هنا أن الغرب هو الذي يضمن سلامتهم ويضمن الدورة الديمقراطية التي يمكن أن تحيط بالذي يجري، لأن السياسة الحقيقية تجري في القواعد العسكرية، وموازين القوى تبدأ من القواعد ولا تنتهي أبدا عند القصر الرئاسي الذي يصادق كأي مكتب للمصادقة. إذن أمامنا هذا التطور الاستثنائي الذي لاحظه الجميع. لكن من المهم للغاية أن بين قوسين الانقلابيين استطاعوا ضبط 5 درونات ريبا التي أوقعت الفرنسيين في إشكال، لأنها لا تنطلق الآن من القاعدة العسكرية نيامي أو المطار العسكري لنيامي الدولي. وثانيا فإن مجال الاستخبارات عبر الأقمار الصناعية للفرنسيين أصبحت في مثابة 21% ولا تأثير لها. المسألة الثالثة أن كل ما يتعلق بالأقمار الصناعية لحركة القاعدة وغيرها هي تعطى الآن للأمريكيين حصرا، والإنقلابيين لا يواصلون هذه المعركة إلا مع أمريكا، وهذا الذي يعطي لأمريكا نوعا من الثقل في مقابل فرنسا. فرنسا الآن بدون أعين للأقمار الصناعية وبدون درونات، لأن هذه الدرونات أمريكية من طراز ريبا. ثاني مسألة أن المقاتلات الآن ضربت، هناك على الأقل ميراجين الآن وقع فيهما خلل تقني، فهل استطاعت المخابرات بين قوسين الانقلابيين الوصول إلى الميراج 2000؟ هل استطاع أحد الجنود الوصول إلى ذلك؟ أم أن هناك من لا يرغب في أن تنطلق الميراج 2000 وتضطر الفرنسي مباشرة أن يطلب من اليونان ومن الجزائر ومن دول أخرى
السماح بطيران الرافال لإنجاز عمليات في النيجر، أو ما يسمى بحرية الحركة وتسليم المجال الجوي لهذه الدول من أجل إتمام العملية العسكرية المرجوة. إذن أمامنا تخريب للميراج 2000، وهذا أهم تطور الآن يجعل من الحركة الداخلية وانطلاقا من القاعدة العسكرية في نيامي بدون تأثير، لا على صعيد الريبر من جهة ولا على صعيد الميراج 2000، وهذا أمر شديد الأهمية، إذ يمكن القول أن 1500 جندي فرنسي قد يصبحون رهائن اليوم، لأنهم من دون سلاح جوي وأيضا من دون درونات، مما يجعلهم بالأطنان هذه وبالمدرعات يمكن أن يصبحوا مجرد قوة برية حسما. ولذلك فجاء الدعم من بوركينا فاسو ومن مالي على أساس دعم جوي. لماذا هذا الدعم الجوي؟ لقصف القاعدة الفرنسية، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي لاحظه الجميع. لذلك فإن تدمير الميراج 2000 الفرنسية وأيضا تحويل 1500 جندي إلى جيش بري أو قوات برية بدون تغطية جوية وبدون درونات هجومية أو على الأقل درونات للاستعلام المتقدم، كل هذا جعل من سلاح الجو المسلم من بوركينا فاسو ومن مالي لهما الدور الحاسم، وسيكون لهما الدور الحاسم في ضرب هذه القاعدة. ومهم جدا إن ضربت القاعدة الفرنسية المعول عليها أن تدمر بالكامل، فإن الأمريكي لن يجد خيارا من خارج هذه القاعدة، وهذا الذي سيجعل من القوات الأجنبية كلها تطرح سؤالا واحدا: هل بفرنسا يمكن حرق ورقة النيجر بالكامل؟ هذا كله يرفضه الألمان الآن ويرفضه الأمريكيون. والتطور الاستثنائي الحالي هو هذا التوجه الجديد الذي مارسه الآن ما يسمى بالانقلابيين أو الحاكمين الجدد في نيامي، عندما حاولوا الوصول إلى تحييد الميراج 2000 والريبر من المعركة حاليا، وهذا الذي أعطى الامتياز وأجر بشكل واقعي وعملاني الهجوم الفرنسي الذي لن يكون إلا جوا. وهكذا يمكن تحريك الغطاء الجوي من فرنسا عبر قواعد في اليونان وعبر مجال جوي لأطراف أفريقية للوصول مباشرة إلى أهداف في النيجر. كل هذا لن يؤثر بشكل واضح جدا في العملية كلها، وأساسا أن الصراع حول القصر الرئاسي لن يكون معركة حاسمة، لأن المعركة إلى الآن في السودان بعد تدمير القصر الرئاسي ولا زال الوضع على ما هو عليه. إذن الأمر هنا أصبح مكشوفا إلى أبعد حد، خصوصا بعد ضرب المقاتلتين الفرنسيتين وتحييد الريبر من قاعدة نيامي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.